هاد الإخوة الفلسطينيين قولوا لي إلى ما داروش 7 أكتوبر اش غيديروا؟ في إطار الفعاليات التي يقوم بها الشعب المغربي من خلال هيئاته وحزابه، نظم اليوم حزب العدالة والتنمية مهرجانا وطنيا في إطار الدعم الكامل للشعب الفلسطيني والدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية في مواجهتها لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها آلة الحرب الصهيونية. وقد حضرت هذا الاجتماع أو هذا المهرجان باسم مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، بحكم أن هذا الموضوع هو موضوع المغاربة جميعا، وبالتالي فإن نفس الخطاب الذي نسمعه في هذا المهرجان أو في هذه المسيرة أو في هذه الوقفة هو نفس الخطاب، خطاب المغاربة استنكارا للمذابح والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال في غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية وفي لبنان أيضا، ثم كذلك الاحتجاج على استمرار علاقة بلادنا مع هذا الكيان العنصري الإجرامي والمنادات والصراخ من أجل أن ينتهي كل شكل من أشكال التعامل مع هذا الكيان، ونصرة للشعب الفلسطيني ولمقاومته الصامدة من أجل تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الموحدة والأبدية القدس.